أهلا بكم مشاهدينا. هذا تقرير عن الطائرة المقاتلة الأقوى في العالم F-22. تعتبر الطائرة المقاتلة F-22 هي المقاتلة الأقوى في العالم حاليا، فهي طائرة لا يستطيع الرادار كشفها، وكما أنها تستطيع أن تشوش على طائرات ومقاتلات العدو، وبإمكانها التزود بالوقود عن طريق نثر رذاذ الكيروزين في الهواء. وتستخدم هذه الطائرة أحد الفتحات النفاثة الموجودة في المقدمة لسحب الرذاذ إلى الداخل، كما أن سرعتها تصل إلى 3200 كيلومتر في الساعة. التقنية المستخدمة في المقاتلة: المصنع شركة لوكهيد مارتن، الطيران الأول يوم 19 نوفمبر 1990 للنسخة التجريبية UF-22، تاريخ الإنتاج 15 ديسمبر 2005 للنسخة F-22A المستخدم، القوات الجوية الأمريكية United Air Force، الطاقم طيار واحد باع الجناح 13.65 متر، الطول الكلي 18.90 متر، الارتفاع الكلي 5.8 متر، مساحة الجناح 278.4 متر مربع، الوزن الكلي عند الإقلاع 288 كيلوغرام فاصلة 36. المحرك: محركان دفاعيان تيربو فانز من نوع F-119 PW-100 ويتني وبرات بدفع يصل إلى 155.79 كي إن لكل محرك. أداء المقاتل: السرعة القصوى 2 ماش، وهي السرعة المصممة عند الطائرة، وقد وصلت إلى 2.42 ماش بقدرة 1600 mph طبقا لطيار الاختبار بول ميتس. سرعة التحليق 1.7 أم بقدرة 1140 mph عند الارتفاعات العالية. المدى 3200 كيلومتر. نسبة الدفع على الوزن 1.17. حد التعجيل الأقصى 9.5 جي. الطائرة F-22 رابتور تصنف كمقاتلة متخفية أو طائرة شبح، وهي مصممة أصلاً كطائرة تفوق جوي معترضة ومقاتلة، لكنها مجهزة لمهاجمة الأهداف الأرضية والحرب الإلكترونية والاطلاع بمهام الإشارات الاستخباراتية Signal Intelligence، وهي تعتبر من أكثر المقاتلات تفوقاً وتقدماً، ويعكس هذا حجم الإنفاق على التجارب المجراة لتكون عماد القوات الجوية الأمريكية لتحول بدلاً من F-15 وF-16، إذ أن نتائج اختباراتها فاقت المتوقع، فقد ظلت هذه الاختبارات لمدة طويلة على النموذج الاختباري UF-22 ولثلاث سنوات على النموذج الأول FA-22 قبل أن تعتمدها القوات الجوية الأمريكية في ديسمبر 2005 بإنتاج النسخة F-22A، إذ تتكفل شركة لوكهيد بإنتاج هذه الطائرة وكافة تجهيزاتها وأنظمتها. تعتبر هذه الطائرة هي طائرة القرن 21 وفخر القوات الجوية الأمريكية، وهي أغلى طائرة مقاتلة في العالم، إذ بلغت تكلفة التطور الكلي والإنتاج بداية من أبريل 2005 ما لا يقل عن 70 مليار دولار أمريكي، وكان الاتفاق أن يتم إنتاج 750 طائرة، تم تخفيضها إلى 438 طائرة، خفضت من بعد إلى 381 طائرة، وقد تم تقدير كلفة الطائرة الواحدة ب 361 مليون دولار أمريكي، ويعود سبب خفض كمية الإنتاج إلى الكلفة العالية مقارنة بالسعر الرخيص للطائرة F-35 Lightning II، والتي تحتوي على معظم تقنيات الطائرة F-22. إنتاج المقاتلة:
سلم الإنتاج الأولي من هذه المقاتلة إلى قاعدة نيليس الجوية بنيفادا بتاريخ 14 جانفي 2003 لتشغيل وإجراء طلعات الطيران التجريبية حتى 27 أكتوبر 2004. من بعد بدأت الخدمة ب 51 طائرة، أضيفت لها 22 طائرة طبقا للتمويل الخاص بالعام 2004. سجل تاريخ 20/12/2004 أول حادث تحطم للطائرة F-22 بقاعدة نيليس الجوية خلال الإقلاع، بينما الطيار قذف نفسه خارج الطائرة. وقد كشفت التحقيقات أن سبب التحطم هو توقف قصير أثناء إغلاق المحرك قبل الطيران، سبب عطل في نظام سيطرة الطيران. ولقد تم إجراء التعديلات اللازمة على الطائرة لتفادي هذه المشكلة، وقد تم التفكير من قبل القوات الجوية الأمريكية بإعادة بناء الطائرة المحطمة، ولكن لم يتم ذلك. في 12 ديسمبر 2005 تم تعيين الإصدار F-22A ليتم إدخاله للعمل بتاريخ 15 ديسمبر 2005. الخصائص والمواصفات: هذه المقاتلة مزودة بمحركين F-119PW-102 براف، وهما محركان نفاثان عنيفان تيربوفان محلقان بحارق لاحق افتر بيرنر، والمخرجان اتجاهيان بمعنى أنهما قابلان للتوجيه في نطاق زائد ناقص 20 درجة على المحور العرضي محور الجناح للطائرة. وتعمل هذه الحركة على تغيير زاوية الخطر للطائرة، وهما يمنحان الطائرة القدرة اللازمة لأداء جميع مهامات الجوية وعملياتها القتالية، إذ يمكن المحرك أن يحقق دفعا يصل إلى 173 كيان، مما يعني تحقيق سرعة تحليق واستجابة لمستوياتها في كل الارتفاعات، خاصة عند الارتفاعات المنخفضة. حتى إن هذه الطائرة تجاوزت حدود السرعة المصممة لها، وكانت نتائج العمل عند هذه السرعات مرضية، ولم تعد على الطائرة بأي مشاكل، والتي وصلت إلى 2.42 ماخ، مخرج المحرك غير قابل للتغيير، بمعنى أن المخرج لا يقبل التكيف مع المسافة المخصصة لخروج اللهب، وهو بالتالي يجعل الوصول لسرعة 2 ماخ من الصعوبة في مكان. هذه الخاصية تستخدم لمنع المحرك من فقد الاشتعال، وهنا المخرج مصمم لمنع حدوث هذا الحدث. ولقد أثبت الطيار الاختبار بول ماتس إمكانية تجاوز هذه الطائرة للسرعة التصميمية، إذ وصل إلى سرعة 2.242 ماخ، ومعدل تسلق فاق سرعة تسلق الطائرة F-15. هذا يوضح لنا أن السرعة الحقيقية للطائرة هي غير معروفة. يساعد على أداء هذه المهمات بدون الطائرة القابل لاحتمال القوى الخارجية والإجهادات والحرارة الناتجة عن احتكاك بدن الطائرة بالهواء. هذا البدن تم تصنيعه بطريقة خاصة ومن مجموعة من المركبات، فمجموعة العجلات يتم ضمها داخل حجرات صممت أبوابها بطريقة خاصة، وكذا الأسلحة التي تخبأ داخل حجرات مزودة بذات التقنية من الأبواب ذات الحواف المستقيمة. وهذا يكفل أن لا يسبب وجود التجهيزات القتالية على بدن الطائرة أي قوى كبح، أي بمعنى إعاقة تمنع الطائرة من الوصول إلى سرعة فوق صوتية بكامل تجهيزاتها، بينما هذا يصعب على المقاتلات الأخرى. ومع هذا فإن الطيران بكامل التجهيزات يعمل ضمن حدود كون هذا يتطلب صرفيات وقود عالية تجعل هذا الطيران ضمن حدود معينة. أما على صعيد التجهيزات والمعدات الملاحية فهي مزودة بأحدث التقنيات في هذا المجال، ومن رادارات لاكتشاف الأهداف على مسافات بعيدة ووضع هذه الأهداف المكتشفة في نطاق الأسلحة وكذا التشويش على المراصد والرادارات. التحديث: تم التفكير لتحويل جناح الطائرة إلى جناح قابل للحركة، جناح متحرك سوين وين، لكن هذه الفكرة ألغيت في العام 1993. لكن التحديثات التي من الممكن أن تتم في المستقبل هي النسخة FB-22 والتي تطلبها القوات الجوية الأمريكية للعمل كقاذفة بعيدة المدى. شكرا لك عزيزي المشاهد لمشاهدة هذا الفيديو، أتمنى أن تضغط على زر لايك وأن تشترك في القناة.
شكرا لكم.